الآن سنتطرق إلى القوائم أو درس القوائم، فهو درس صغير نوعا ما لن يطيل علينا. نعود إلى الصفحة الخاصة بنا، نقوم بحذف حتى لا يختلط المتابعون. القوائم يوجد أنواع عديدة منها، يوجد قوائم غير مرئية ألا وهي in order list، ويوجد القوائم المرئية التي هي order list، ويوجد أيضا قوائم توضيحية definition list. سنتعرف على كل واحدة منها. سنبدأ من القوائم الغير مرئية، ألا وقلنا هي ال in order list. إذا تبدأ الوسم بأول حروف فيها ألا وهي UL، عفوا، ثم نغلق ال UL. ونعود ونكتب بينها الأمر لي أو الوسم لي. ستشاهدونه في المثال حتى تتعرفون عليه أكثر. مثلا نكتب ذكر، ثم نغلق اللي، نقوم بعمل نسخه. ثم لصق، مثلا هنا نختار كلمة ما دمنا اخترنا ذكر نختار أنثى. نقوم بحفظ العمل ونذهب إلى صفحة العمل، صفحة الإظهار الخاصة بنا. كما تشاهدون هنا قلنا بأن هذه هي القوائم الغير مرئية، تم إعطاؤها لنا من خلال نقاط ذكر ثم أنثى. يمكنك كتابة أي شيء تريده بدون أي مشاكل. مثلا لو أردنا اختيار قوائم مرتبة، يعني واحد اثنان، يعني واحد اثنان ثلاثة إلى آخره. إذا هي كما قلنا بالإنجليزية تدعى order list. إذا تبدأ بالوسم أل، عفوا، أو أل، ثم نغلق الـ OL أو الـ Order List. نعود بينها ونقوم بلصق نفس الشيء كما قلنا. يمكننا اختيار كلمة أنثى ونقوم بحفظ العمل حتى نشاهد ما يطرأ. كما تشاهدون هنا في القوائم المرتبة ظهر بأرقام واحد ثم اثنان، رغم أننا لم نعطيه الأرقام، تعرف عليها من تلقاء الأمر order list ألا وهو ال OL. يوجد أيضا قوائم كما قلنا توضيحية أخرى، مثلا بتعريف بمصطلح ثم تعريف أو شرح توضيحي، سنتطرق إليه أيضا. حسنا، سننزل أيضا بأسفله. قوائم توضيحية تدعى بالإنجليزية definition list. إذا تبدأ بالأمر DL، الحرف الأول من definition والحرف الأول أيضا من كلمة list DL، ثم نغلق DL. ونكتب بينهما. الآن كن في المرة السابقة كنا نكتب الأمر لي، الآن يجب عليك كتابة الأمر دي تي أو الوسم دي تي، ثم نغلق الوسم.
وكذلك نغلق الأمر كاملا ولا يهم. مثلا هنا نكتب كلمة رجل، نعرف مثلا كلمة رجل. هنا في التعريف يجب عليك كتابة الأمر دي دي، ثم تغلق الدي دي، وتكتب بينهما المصطلح الذي تريد. مثلا تعريف الرجل هو رجل، هو شخص بالغ أو ما شابه. مثلا لا علينا خو أو هو، المهم أن نتعرف على ما نريد. كما تشاهدون هنا قمنا بإعطاء مصطلح، ومن ثم قام بتعريفه هو شخص بالغ، قام بسحبها إلى ما انتهت إليه كلمة رجل بدون أي مشاكل. يمكنك عمل العديد من هذه الوسوم، ثم تكتب دي دي ثم دي ار وإلى آخره بدون أي مشاكل. إلى هنا انتهت حلقتنا، نرجو أن تنال إعجابكم وأرجو أن تستفيدوا منها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.